تبغى تلعب جافا في البيدروك تابع معي الشرح. اول شيء تحتاج تكتب في البحث اترنوس، بعدين تدخل اول موقع، بعدها تضغط العب، بعدين تروح لهين الخيار هذا كرييت، بعدين تسوي كرييت وراح تدخل لهذه القائمه، بعدين يضغط هذا الخيار اللي هو فانيلا. بعد ما تدخل لهذه القائمه تضغط على هذا الخيار اللي هو سبيغوت وتختار النسخه اللي تبغاها. يفضل انك تختار اخر نسخه اللي 1.19، بعدها تضغط على هذا اللي هو التنزيل. خلاص تضغط هنا وترجع للسيرفرات، تختار السيرفر اللي انت سويته، واخر خطوه تضغط على الخطوط الثلاثه اللي فوق وتروح بلوجنز، تكتب هذا الكلام في البحث وراح يطلع لك ثاني واحد، بعدها راح يوديك لهذه الصفحه تضغط على تنزيل. بعد ما يجيك صح هنا ترجع للسيرفرات، ترجع للسيرفرات تضغط على كونكت، راح تحصل البورت والاي بي، بعدها تشغل السيرفر. بس قبل كل شيء اذا تبغى تعدل على السيرفر من نفسك من داخل اللعبه، تروح عند ثلاث الخطوط اللي فوق، تروح عند بلايرز تختار هذا الخيار، بعدها تكتب الاي دي حقك. اذا كنت بتدخل من البيدروك تفضل انك تحط نقطه قبل ما تكتب اي ديك، بعدها تكتب الاي دي حقك. على بال ما يشتغل السيرفر راح ياخذ وقت شويتين طويل. تروح تدخل نسخة البيدروك، اول شيء بنبدا الشرح للجوال، تروح بلاي، تروح سيرفر، تنزل الين تحصل هذا ادد سيرفر، بعدين تحط السيرفر ادرس اللي هو الاي بي وهذا البورت سجلته، بعدها اسميه اي اسم واسوي حفظ. خلاص السيرفر طالع عندي، اذا اشتغل السيرفر راح يطلع لي انه شغال. ننتقل للجزئيه الثانيه وهم لاعبين الكونسل. اول شيء تحتاج تحمل هذا البرنامج او البرنامج اللي طالع قدامكم اللي هو بيدروك توجذر. المهم تدخل على البرنامج تكتب الاي بي هنا فيه، طبعا انا ناسخ الاي بي، كل اللي عليه اضغط لصق، بعدها تسجل البورت اللي هو الارقام. بعد ما اشتغل السيرفر الحين تضغط على هذا الزر راح يجيك اعلان. بعد ما يشتغل البرنامج خلاص تروح للسوني، تروح لبلاي عند فريندز، راح يظهر لك السيرفر تدخل له وخلاص، راح تدخل كانك تلعب جافا. زي ما تشوفون اني لما اضرب يطلع خط في المنتصف زي الجافا. انت حاليا قاعد تلعب في عالم جافا، طبعا في بعض جليتشات بس يمديك تتجاهلها زي ان التنين الدم حقه ما يظهر لك من هذا الامور. واذا خويك اللي عنده جافا يبغى يدخل معك كل عليه انه يروح ملتي بلاير، بعدين ادد سيرفر، بعدها تكتب الاي بي هنا. بس هذا هو الشرح، حاولت اختصر لكم قدر المستطاع، واتمنى اذا فاتكم الشرح لا تنسى الفولو واللايك. وهذه كانت